عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم هيكون عن الشفرات أو التشفير الكتلي. كل اللي شرحناه قبل كده كان عبارة عن ستريم سايفر. ستريم سايفر بمعنى التشفير يتم لكل حرف في النص الصريح أو السايفر أو البلاين تكست، كل حرف على حدة. أما في التشفير الكتلي أو البلوك سايفر أو البلوك إنكريبشن، يتم تقسيم النص الصريح إلى كتل، وحجم الكتلة بيعتمد على نوع التشفير المستخدم. لكن في آلية أو هيكل عام بيتبع في التشفير الكتلي، من ضمنهم اللي هو فيستل بلوك سايفر. فكرة فيستل بلوك سايفر إنها بتقوم زي ما قلنا بتقسيم النص الصريح إلى كتل، حجمها بيعتمد على نوع التشفير المستخدم. بعد ذلك يتم تقسيم الكتلة الواحدة إلى نصفين، نصف أيمن ونصف أيسر. يتم في البداية نقل النصف الأيمن كما هو إلى المرحلة التالية بدون أي تغيير، يصبح النصف الأيمن هو النصف الأيسر في المرحلة التالية أو الدورة الثانية من التشفير، كما هي لم تتغير. إذا ملاحظين أنا ملونة، نعرف أنه ما في أي تغيير تم هنا. ثم يتم عمل أو بدء بتشفير الجزء الأيمن في المرحلة الأولى أو المرحلة السابقة بإضافة المفتاح التشفير إلى عملية إلى النصف الأيمن بدالة دائرية كما تسمى أو round function. ما يتم داخل هذه الدالة عبارة عن عمليات permutation وعمليات substitution، إبدال وتحليل. النص الصريح أو الجزء الأيمن من النص من الكتلة مع المفتاح، والناتج يتم القيام بعملية XOR أو جمع قصري مع الجزء الأيسر، والنتيجة يتم نقلها تعتبر جزء أيمن جديد للمرحلة التالية، وتتم العملية بعدد من الدورات. يتم تكرار هذه العملية بعدد من الدورات كما هو موضح، من الدورة 1 ثم 2 حتى الدورة N. عدد الدورات يعتمد زي ما قلنا على نوع الخوارزمية المستخدمة. في عندنا خوارزميات عدة تستخدم الهيكل بتاع فيستل أو هيكل فيستل، زي ديز ودريبل ديز دبل ديز اي اس، كل خوارزميات حنتطرق إليها إن شاء الله. خوارزميات المستخدم تستخدم أسلوب فيستل للتشفير هي خوارزمية ديز، وهي اختصار لداتا انكريبشن ستاندرد أو تشفير المعياري للبيانات. أولا زي ما قلنا إنه التشفير الكتلي الذي يستخدم أسلوب فيستل أو هيكل فيستل يقوم بتقسيم النص الصريح أو سايفر تكست إلى كتل. حجم الكتلة بيعتمد على نوع الخوارزمية المستخدمة. في خوارزمية ديس يتم تقسيم النص الصريح إلى كتل، والكتلة بطول 64 بت. وكما شرحنا سابقا أنه يتم تقسيم ال 64 بت أو الكتلة إلى قسمين أيمن وأيسر كما موضح في الشكل. كل الجزء الأيمن 32 بت والجزء الأيسر 32 بت، وتستخدم مفتاح طوله 64 بت كذلك. لكن يتم تقليص المفتاح إلى 56 بت، وذلك بإلغاء كل ثامن بت من ال 64 بت، يعني البت 8 والبت 16 وهكذا إلى البت 64. 8 بت تنزع من المفتاح ال 64 بت، وتبقى لنا مفتاح طوله 56 بت. يتم عمل تبديل للمفتاح permutation، حنتكلم هسه عن permutation معناها شنو، ويتم توسعة المفتاح كذلك، اقصد تقليص المفتاح اكثر الى 48 بت
بالنسبة هذا ده كله قبل إيه؟ قبل أن تتم عملية إكس أور أو اللي هي الدالة الدائرية اللي تكلمنا عنها سابقا مع النص الصريح. بالنسبة للقسم الأيمن يتم توسيعته من 32 بت إلى 48 بت، وذلك برضو قبل إيه؟ قبل تطبيق العملية الدائرية مع المفتاح أو الدالة الدائرية مع المفتاح. وزي ما احنا شايفين ان القسم الايمن ينقل كما هو قبل ان يتم تشفيره الى الجزء الايسر من الدورة التالية. زي الشكل ده، اصغره شوية. الشكل ده بيعبر عن دورة واحدة، الان دورة واحدة لدز او لخوارزمية دز، وخوارزمية دز عدد دوراتها 16 دورة. تتم عملية تكرار عمليات البرميوتيشن والسبستيتيوشن دي للقسمين، للجزئين الأيمن والأيسر، 16 مرة. نبدأ نتكلم عن ما معنى برميوتيشن. برميوتيشن هي ببساطة عملية تبديل، يتم تبديل المدخلات أو إدخال عدد من المدخلات ويتم تبديل مواقعها. عندنا أربع أو ثلاث أنواع رئيسية من البرميوتيشن: برميوتيشن طبيعي، regular permutation، المدخل بيكون 4 بت والمخرج كذلك 4 بت لكن بتبديل مواقعهم زي ما ملاحظين هنا. وفي expansion permutation اللي هو تبديل توسيعي، بحيث انه عدد المدخلات يكون اصغر من عدد المخرجات او عدد المخرجات اكبر من عدد المدخلات، وذلك بتكرير احد المدخلات. بعض المدخلات يتم تكريرها في المخرج، زي ما احنا شايفين المدخل الثاني هنا تكرر مرتين في المخرج الاول والرابع، والمدخل الرابع والاخير تكرر مرتين في الثالث وفي السادس. المدخلات الانبوت 4 والاوتبوت 6، دي الاكسبانشن برميوتيشن اللي هي توسيع المدخلات. في عندنا برميوتيشن تشويس اللي هو اختيار بعض المدخلات ينتج عنها مخرج، زي ما احنا شايفين 4 مدخلات المخرج 2 فقط، الأول والأخير تم إلغاؤهم. أو عندنا هنا 6 مدخلات و4 مخرجات، يعني هي عكس الـ expansion permutation. نبدأ بشرح العمليات التي تتم على المفتاح. زي ما قلنا ان المفتاح ابتداء بيكون 64 بت في خوارزمية ديز. باريتي دروب بمعنى ان اللي هي زي ما شرحنا 8 بتس من ال 64 يتم اسقاطها. هذا اول ما يتم عمله في المفتاح. بعد اسقاط 8 بت يتبقى 56 بت، يتم فصل أو تقسيمه إلى قسمين أيمن وأيسر، أو قسمين كل قسم 28 بت، ويتم عمل إزاحة لكل 28 بت إزاحة إلى اليسار لكل من القسمي المفتاح، إزاحة إلى اليسار لعدد البتس. ومقدار الإزاحة بيعتمد على أي دورة نحن فيها، يعني مثلا الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة التاسعة والسادسة عشر من عملية التشفير يتم الإزاحة بمقدار بت واحد ناحية اليسار. أما باقي الدورات فيتم إزاحة بمقدار 2 بت ناحية اليسار. بعد إتمام عملية الإزاحة يتم دمج كلا الجزئين 28 بت ليكونا مرة أخرى 56 بت. نلاحظ أنه بعد هذه العملية شكل المفتاح يكون مختلف تماما عنه قبل عملية الإزاحة، ويتم بعد ذلك عملية توسيع للمفتاح باستخدام اللي هو expansion permutation اللي تكلمنا عنها قبل كده. يعني حيدخل 56 بت، ليس توسيع بل تقليص، اللي هي permutation choice، عملية permutation choice.
بحيث انه المدخل 56 بت والمخرج يكون 48 بت، وال 48 بت الناتجة عن ذلك يتم استخدامها في عملية التشفير لهذه الدورة. وفي كل دورة من 16 دورة من دورات خوارزمية ديز يتم عمل نفس الشيء، بمعنى في الدورة التالية المفتاح الذي استخدم سابقا في الدورة السابقة لها يتم أيضا فصله إلى جزئين، ويتم عمل شيفت جهة اليسار بمقدار معين بناء على رقم الدورة ودمجه كذلك وتوسيعه واستخدامه في الدورة التالية، بمعنى أن في كل دورة المفتاح يكون مختلف، مفتاح التشفير يكون مختلف عن الدورة التي تسبقه. الشكل العام أو الهيكل العام لخوارزمية ديز كما هو واضح، مفتاح لكل دورة كما هو واضح، كي 1 كي 2 حتى كي 16 هي 16 دورة. بالنسبة للنص الصريح أو قسم النص الصريح أو البلوك الـ 64 بت، قبل تقسيمها إلى نصفين 32 بت أيمن و 32 بت أيسر يتم العمل تبديل مبدئي Initial Permutation، ثم بعدها يتم تقسيم إلى نصفين أيمن وأيسر، وتتم عمليات التشفير باستخدام مفتاح لكل دورة. بعد انتهاء آخر دورة، الدورة 16، يتم عمل تبديل Final Permutation، تبديل نهائي، والناتج من التبديل النهائي هو بلوك تتكون من 64 بت هي عبارة عن السايفر تكست أو النص المشفر، من عملية التبديل المبدئي والنهائي كما في شك. وطبعا تتم عبر جدول محفوظ وثابت بالنسبة لخوارزمية ديز. الجدول عبارة عن مواقع كل بت إلى أين يتوجه، يعني كما في الشكل هنا البت الأول ينتقل إلى موقع البت 40، والبت الثاني ينتقل إلى الموقع 8، وهكذا، والبت 58 ينتقل إلى الموقع 1. إذن تبديل تم تبديله من 58 إلى 1 وهكذا، وتشمل كل 64 بت. ثم بعد ذلك يتم عمل دورات التشفير لخوارزمية ديز. بعد انتهاء الدورة 16 آخر دورة يتم عمل Final Permutation أو تبديل نهائي كما موضح في الشكل. بعد Initial Permutation التبديل المبدئي للنص الصريح 64 بت، بعدها يتم تقسيمه إلى نصفين أيمن وأيسر 32 بت و 32 بت، يتم أخذ النصف الأيمن لعملية التشفير، يستخدم النصف الأيمن أولا، فيتم توسيع النص الصريح أو الجزء الأيمن من 32 بت ليصبح 48 بت. والسبب إن كما شرحنا من قبل إنه المفتاح يتم ضغطه إلى 48 بت، وذلك ليتوافق طول النص الصريح أو الجزء الأيمن مع طول المفتاح، لتتم عملية XOR على الاثنين. فكيف تتم عملية توسيع النص الجزء الأيمن؟ وذلك بإدخال الـ 32 بت في Expansion P Boxes اللي هي صناديق تبديل للتوسيع، ثم الناتج عنها من 32 بت يصبح الجزء الأيمن طوله 48 بت. نجد أنه يتوافق مع طول المفتاح 48 بت، فيتم دمجهما في عملية XOR أو جمع قصري، الناتج يكون 48 بت بالطبيعة. بعدها يتم إدخال 48 بت في شيء اسمه S-Boxes أو Substitution Boxes اللي هي موافقة لـ Permutation Choice اللي هو التبديل الاختياري، بحيث أنه العدد المدخل يكون أقل أو أكبر من العدد المخرج، يعني المخرجات ممكن تكون أكبر من طول المدخلات أو أنها تكون أصغر. في هذه الحالة سيتم تضييق
أو تقليص الناتج من 48 بت إلى 32 بت، وذلك بإدخاله داخل الإس بوكسز. هنشرح نتكلم عن الإس بوكسز والإكسبانشن بوكسز بالضبط هي كيف تعمل. الناتج هيكون 32 بت اللي هو المخرج من الإس بوكسز دي أو صناديق الإحلال هذه، ثم يتم إدخاله مرة أخرى في بي بوكسز أو بيرميوتيشن بوكسز أو صناديق التبديل، بحيث إنه يتم مجرد تبديل أو خلط مواقع ال 32 بت، ويكون هذا هو المخرج 32 بت. بعديها يتم دمجه زي ما شفنا، دمجه مع النصف الأيسر بعملية XOR، والناتج حيكون 32 بت يشكل النصف الأيمن من الدورة التالية التي يتم تكرار هذه العملية كما هو واضح. بالنسبة للإكسبانشن بوكسز أو إكسبانشن بيرميوتيشن بوكسز اللي هي الصناديق لتوسيع المخرجات، زي ما شرحنا هنا إنه النص الجزء الأيمن من النص الصريح كان 32 بت، داخل إكسبانشن بوكسز أصبح 48 بت، وهذا بالطريقة التالية، بحيث إن هي طبعا 32 بوكس يتم توزيعهم على أربعة أو سوري هي 32 بت يتم توزيعه على 8 صناديق، كل صندوق يحتوي على 4 بيتس من النص الصريح أو من المدخلات، وينتج عنه 6 بت. بهذه الطريقة أهوكم واضح، وهو شيء ثابت موجود في خوارزمية ديز كما هو موضح هنا، إنه البيت الأول مدخل شغل الخانة الثانية من المخرج، والبيت الأول من المخرج في الحقيقة هو موقع البيت جاي من البيت 32 من الأخير، يعني ده البيت الموجود هنا انتقل إلى الخانة رقم واحد، والبيت رقم واحد من المدخل انتقل إلى الخانة رقم اثنين، وهذا انتقل إلى الخانة رقم ثلاثة، أربعة انتقل إلى الخانة خمسة. الفكرة إنه الأربع أو الثمانية صناديق الإدخال أو صناديق المدخلات يتم أخذ البيت الأول والبيت الرابع، يعني البيت الأول والبيت الرابع يتم تكراره من كل صندوق. البيت إذا لاحظنا إنه البيت الأول من الصندوق الثاني تم تكراره مرتين هنا وهنا في هذه المواقع، والبيت الرابع من الصندوق الثاني تم تكراره مرتين وهكذا، أما باقي البيتس الثاني والثالث في كل صندوق لا يتم تكراره. ينتج عندنا 48 بت بعد أن كانت 32 بت، ويكون توزيعها بالشكل الآتي: البيت الأول يحتوي على القيمة الموجودة في البيت في الخانة 32، والخانة الثانية تحتوي على القيمة الموجودة في الخانة الأولى من المدخل، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. فيتم إنتاج 48 بت بعد أن كانت 32 بت، وتوزيع الخانات يكون بالشكل التالي كما هو موضح في الجدول. أدخلنا 32 بت إلى داخل الإكسبانشن بوكسز والمخرج كان 48 بت، نكون وصلنا إلى هذه المرحلة. 48 بت يتم دمجها مع 48 بت من المفتاح بعملية XOR، الناتج حيكون 48 بت. المرحلة التالية هي إدخال 48 بت الناتج على العملية بتاعت الجمع القصري إلى S boxes أو substitution boxes، بحيث يتم تقليصها إلى 32 بت مرة أخرى. كيف تتم العملية؟ بالشكل التالي: 48 بت يتم إدخالها في 8 صناديق إحلال S boxes، كل صندوق يستقبل 6 بت من المدخلات وينتج 4 بت من المخرجات. الناتج حيكون 48 بت من الإدخال حيكون 32 بت،
الحالة دي قلصنا ال 48 عن طريق إدخالها داخل الاس بوكسز إلى 32 بيت مرة أخرى. فكيف تتم عملية الاختيار؟ اللي هي طبعا الاس بوكسز هي عبارة عن permutation choice اللي هو تبديل اختياري. في الحالة هذه هي قلص المدخلات إلى مخرجات أقل، من 48 أصبحت 32 بت. فكيف تتم عملية اختيار من لكل اس بوكس من 6 مدخلات إلى 4 مخرجات؟ تتم كالآتي، كما قلنا إن كل اس بوكس يستقبل 6 مدخلات بت 1 حتى بت 6. يتم أخذ البت 1 أول بت وآخر بت اللي هو بت 1 وبت 6 بحيث يكونان ثنائية مكونة من خانتين، والرقم الناتج عن هذه الثنائية يشكل رقم عمود رقم صف. أما ما تبقى من بتس 2 و3 و4 و5 سيكون ثنائية مكونة من أو رقم باينري مكون من 4 ثنائيات من 4 بت، ويشكلان ويرمزان إلى رقم العمود. طبعا نحن نتكلم عن رقم صف ورقم عمود، إذن هناك جدول، فهو أين هو الجدول؟ هذا هو الجدول. هذا الجدول يكون أو يشكل عناصر كل صندوق إحلال، كل S box. إذا لاحظنا هنا S box 1 2 3 4 5 6 7 and 8، هذا رقم العمود، رقم الصف من 0 إلى 3 4 صفوف، وهذا رقم العمود من 0 إلى 15 16 صف. فكيف يتم استخدام هذا الجدول من قبل خوارزميات؟ نأخذ الفكرة بمثال، فلنعتبر example ان S box 5 في الصندوق S box الخامس 101101، هذا يعتبر مدخل كما هو واضح انه مكون من 6 bits. ماذا سيكون الناتج من S box 5؟ زي ما احنا عارفين حيدخل 6 والمفروض الناتج يكون 4 bits. يتم كالآتي، نرمز للصف للعمود للصف ب R row، وللكولوم بالرمز C أو رقم العمود بالرمز C ورقم الصف بالرمز R. نأخذ الستة بتس المخرجات مكونة من 6 بت كما في الجدول بت 1 2 3 4 5 6. نأخذ البت الأول وبت 6 البت الأخير من الصندوق سيكون 1-1 كما هو واضح، و 1-1 تساوي 3 في النظام العشري أو الديسيمال سيستم. ثم نستقبل الأربعة المتبقيان P2 P3 P4 and P5، الناتج حيكون 0-1-1-0 وهذه تساوي الرقم 5. إذن R تساوي 3 و C تساوي 5، إذا رقم الصف هو 3 ورقم العمود هو 5. نرجع إلى الجدول، في الـ example هنا في المثال قال إن هذه مدخلات لـ S box 5، نبحث عن S box 5 في الجدول، هذا هو S box 5، وجدنا إنه رقم الصف هو 3 ورقم العمود هو 5. طبعا تبدأ من 0 0 1 2 3 4 5، إذا تقاطع الصف الثالث بالعمود الخامس في الرقم 14، والرقم 14 يعادل بالنظام الثنائي الرقم 1 1 1 0. إذا المدخل 6 بت 1 0 1 1 0 1 1 يصبح 1110. هذه هي المخرج لإس بوكس. تتم تكرار هذه العملية لكل إس بوكس، لكل إس بوكس مدخل إليه 6 بت والمخرج حيكون 4 بت، والمجموع سيكون 32 بت. هنا بالمثال الذي شرحناه سفهمنا معنى كيف تتم عملية تبديل أو تقليص المفتاح. ثم
بعد الناتج 32 بت التي كانت نتيجة 48 بت بعد إخراجها من الإس بوكسز، يتم عملية تبديل لمواقعها. يعني الناتج حيكون 32 بت كما هو. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، كل ما تم عمله كان في الجزء الأيمن من النص الصريح أو من الكتلة والمفتاح. وصلنا إلى هذه المرحلة، ثم بعدها الناتج 32 بت الأخيرة هذه يتم دمجها مع النصف الأيسر ال 32 بت مع ناتج عملية دمج المفتاح بالنصف الأيمن في عملية جمع قصري أو XOR، متعادلان 32 بت XOR مع 32 بت، والناتج سيشكل الجزء الأيمن في المرحلة التالية. تكرار كل ما سبق 16 مرة في خوارزمية ديز. نفهم كما هو واضح في هيكل فيستل أن في كل مرحلة أيا كانت المرحلة، الجزء الأيسر يساوي الجزء الأيمن من المرحلة التي تسبقه، لم يتغير فيه شيء. أما الجزء الأيمن في المرحلة المعنية يساوي تشفير الجزء الأيمن بالمفتاح مدموجا بعملية جمع قصري للجزء الأيسر. يمكن أن نعبر عنها بالشكل الآتي: Li أي يعني الجزء الأيسر من الدورة، I أيا كانت هذه الدورة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة عشر، حتساوي الجزء الأيمن من الدورة التي تسبقها. يعني Li بتساوي Ri-1 بمعنى أنه الجزء الأيمن للمرحلة السابقة كما هو موضح. كمثال إنه L1 اللي هي Li بنعتبرها بتساوي Ri-1 بمعنى R0. أما الجزء الأيمن الجديد Ri أيا كان في أي دورة كانت بيساوي الجزء الأيسر Li للمرحلة السابقة Li-1 XOR الجزء الأيمن للمرحلة السابقة Ri-1 مع المفتاح للدورة السابقة Ki-1 بعملية جمع قصري مع الجزء الأيمن السابق. أنا فاهم إنه هي متعصعصية الفهم بعض الشيء، لكن محتاج شوية تخيل ومراجعتها وتكرارها. L1 بمعنى انه L1 بتساوي R0 الجزء الأيمن من المرحلة السابقة لها، و R1 بتساوي L1 XOR R0 مع المفتاح. أي أن هذا كل هذه العملية الناتج عنها R1، أما L1 هي R0 قبل عملية التغيير وقبل عملية التشفير في الدورة كما هي، تنقل إلى الجزء الأيسر في المرحلة التالية. تم خوارزمية ديس. عملية فك التشفير هي عملية عكسية تماما، بمعنى يبدأ فك التشفير من الأسفل، من أن عكس الدورات، من الدورة 16 إلى الدورة 1 باستخدام نفس المفاتيح لكل دورة تم عملية التشفير فيها. بمعنى السايفر تكست حيكون 64 بت، كتلة عبارة عن 64 بت، يتم تقسيمها إلى أيمن وأيسر كما في عملية التشفير نفسها، إلا أنه يتم استخدام مفاتيح عكسية. يعني المفتاح الأول، مفتاح الدورة الأولى تم به تشفير الدورة الأولى في الخوارزمية، والمفتاح السادس عشر تم تشفير الدورة الأخيرة، السادس عشر والأخيرة
للخوارزمية التشفير. في عملية فك التشفير يتم استخدام المفتاح الأخير السادس عشر لفك تشفير الكتلة المكونة من 64 بت والمقسومة إلى 2 بت، أي بمعنى إنها مجرد عملية عكسية لعملية التشفير لا أكثر ولا أقل. نحن نستخدم شيء اسمه هي ديز، المستخدم الذي تستخدم مفتاح واحد فقط للتشفير وفك التشفير. هناك مفهوم آخر اللي هو تريبل ديز أو ديز الثلاثية، تستخدم ثلاثة مفاتيح لعملية التشفير للنص الصريح كما موضح في الشكل. المدخل عبارة عن نص صريح plain text مكون من 64 بت، يتم تشفيره بمفتاح رقم واحد كما ذكرنا، لدينا ثلاثة، ما عندنا ثلاثة مفاتيح. مفتاح رقم واحد يتم تشفير الكتلة 64 بت به، ينتج عن تكون النتيجة سايفر تكست مكون من 64 بت. يتم بعدها فك تشفير الناتج لكن بمفتاح آخر مختلف عن المفتاح الأول كي 2. النتيجة يتم تشفيرها مرة أخرى بمفتاح ثالث ينتج عنها 64 بت كتلة. يعني عملنا عملية تشفير بمفتاح ثم فك التشفير بمفتاح آخر مختلف عن المفتاح الأول ثم تشفير مرة أخرى ومرة ثالثة بمفتاح ثالث. لاحظ أن بعد عند فك التشفير بالمفتاح الثاني النتيجة لن تكون النص الصريح الذي ابتدأنا به، ليه؟ لأن المفتاح مختلف. وهكذا هذه تريبل ديز. أما هناك دبل ديز اللي هي تستخدم مفتاحين فقط كما هو موضح في الشكل هنا، إن المفتاح مفتاح أول يتم التشفير به ثم يتم فك التشفير بمفتاح ثاني ثم يتم التشفير مرة أخرى بالمفتاح الأول. يعني مثلا في الشكل هنا كان عندنا كي 1 كي 2 وكي 3، تم التشفير ابتداء بالمفتاح رقم 1 وفك التشفير بالمفتاح رقم 2 ثم التشفير مرة أخرى بالمفتاح رقم 3. في دبل ديز يتم استخدام مفتاحين فقط، مفتاح واحد للأول يتم التشفير به ثم المفتاح الثاني يتم فك التشفير به ثم يتم التشفير مرة ثالثة بالمفتاح الأول ليس مفتاح ثالث، ينتج عنها برضو 64 بت. الفرق هنا أن الدبل ديز طول المفتاح 112 بت ليس 56 كما هو الحال في ديز الطبيعية. في ديز العادية 56 بت، إلا أن في طول المفتاح في الدبل ديز يتكون من 112 بت. إن شاء الله، أسأل الله أنكم تكونوا فهمتوا. أنا متأكد أنه الشرح قد يكون مستعجل أو سريع بعض الشيء، أو أن المسألة صعبة الفهم في المرة الأولى، لكن بعد تكرار الفيديو إن شاء الله ستستوعبوا بإذن الله.